صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الاحد 13 ديسمبر 2015 9 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على الجميع. الحقيقه فقرتنا الرئيسيه الاولى النهارده بعد فقرتنا الاخباريه مباشره هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا. ملف الحقيقه هو مش جديد، ولكن بعد صدور قانون معين هو طالب الزواج الزوج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة 50,000 جنيه. النهاردة احنا هنناقش الموضوع ده وهنناقش بشكل عام زواج القاصرات، لأن واضح ان الموضوع لسه ما تحلش لغاية دلوقتي، بالرغم من ان في الحقيقة ناس كتير جدا ومؤسسات كتير جدا بتطالب بمنع هذه الجريمة البشعة في حق الأسر المصرية وفي حق البنات المصرية. هيكون معانا في هذه الفقرة دكتورة سناء شريف عضو المجلس القومي للمرأة، وكمان أستاذة إيفون مسعد عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، وطبعا مستنيين مشاركات حضراتكم في هذا الموضوع. فقرتنا الرئيسية الثانية هتكون هنتكلم فيها عن الرياضة، والنهاردة هيكون معنا أبطال حقيقة بطولات منتخب مصر لرفع الأثقال، رجع لأرض الوطن بعد ما حقق انتصارات، وهيكون معنا عمر فاروق الحاصل على الميدالية الفضية، وفي واللاعب أيضا رحاب رضوان حاصلة على الميدالية البرونزية. ده طبعا مشاهدينا بفكر حضراتكم بطرق التواصل معانا على فيسبوك وعلى تويتر صباح دريم بالعربي او بالانجلش، كمان ارقام تليفوناتنا واس ام اسز على 911 72. الاخبار المحليه بعد الفاصل، خليكم معانا. نبدأ أخبارنا من جريدة الوطن. ومكافحة المخدرات تفتتح مؤتمرها السنوي 23 بعنوان جهود خفض الطلب. عقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس السبت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي 23 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية تحت عنوان تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب خلال الفترة من 12 إلى 15 من ديسمبر 2015. ويأتي ذلك في إطار خطة التدريب السنوية للوزارة للعام 2015-2016 بمشاركة قيادات وضباط الإدارة، جميع مديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الأمن المختلفة. بتتبلور محاور هذا المؤتمر حول الاستمرار في مواجهة عمليات الجلب والتهريب وتفعيل التعاون الدولي بالمياه الإقليمية والدولية وفرض الرقابة الحاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية لمجابهة عمليات الجلب والتهريب والتصدير. تعالوا نشوف تقرير حول هذا الموضوع ونعود مرة أخرى مشاهدينا، خليكم معنا. الحمد لله الإدارة يمكن خلال الفترة الماضية حققت نجاحات في عملية ضبط جلب المخدرات، سواء كان مخدر الحشيش أو الهيروين أو الكوكايين. لسه الإدارة الحمد لله من شهر بالظبط ضبط مركب في البحر المتوسط كانت في طريقها محملة بطن من الحشيش وكمية كبيرة جدا من عقار الكبتاجون، كانت متجهة لمصر. عندنا ضبطيات يومية تصفينا بار إجرامية، حققنا نجاحات. يمكن لما ضغطنا في موضوع تهريب الترامادول، وتهريب الترامادول بيجي لنا من المنطقه الغربيه، والحمد لله احنا محققين نجاحات في ضبط كميات كبيره جدا من الترامادول. الحقيقه الاداره العامه بتدعمنا جدا، لمكافحه المخدرات بتدعم وزاره الصحه جدا في حملات التوعيه اللي احنا بنعملها لوقايه شبابنا من الوقوع في براثن هذا الوباء. الحاجة التانية ان احنا بقينا بنتعاون معهم حتى في علاج المدمنين وفي تغيير ما يطلق عليه سياسات العلاج وسياسات الوقاية والقوانين المنظمة لذلك. حسيتوا ان في تراجع خلال الفترة؟ الحقيقة يعني الحقيقة اللي احنا شفناه ولاحظناه، جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أدت إلى نقص المعروض من أشهر عقار في مصر اللي هو ترامادول، مما أدى إلى أن كثيرا من المرضى نتيجة لجهودهم بقوا يلجأوا للعلاج لعدم توفر هذا العقار. بنبدأ سياسة لعمليات خفض الطلب، ان احنا بنحاول نوفر
المستشفيات او المصحات الخاصه بالمتعاطين، وبنحاول نحس المدمنين على التوجه الى العلاج، وبنمد ايدينا لكل المتعاطين على اساس ان احنا نساعدهم في الخروج من دايره الادمان. بنعمل كشف دوري دلوقتي على السائقين الخاصين بالمدارس علشان نقلل عدد السائقين المتعاطين المخدرات عشان ما يعرضوش اولادنا للخطر. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع الهام. معنا على الهاتف السيد اللواء أحمد الخولي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. سيادة اللواء صباح الخير. صباح الخير جدا. سيادة اللواء، طبعا يعني احنا عارفين المجهودات اللي حضراتكم كإدارة بتقوموا بيها، بس عايزين نعرف الخطط والآليات للعام اللي احنا داخلين عليه عام 2016، ايه بالظبط ويعني الخطوط العريضة اللي حضراتكم هتسيروا عليها لمحاربة يعني هذا الداء البشع اللي موجود حاليا في المجتمع المصري؟ اتفضل يا فندم. هو احنا المؤتمر اللي بنعقده دلوقتي المؤتمر 23 لرؤساء اقسام الإدارات والإدارات، احنا المؤتمر ده بيبقى وقت مع النفس، حققنا ايه؟ ايه المطلوب مننا في الفترة اللي جاية؟ هنعمل ايه عشان نكافح المخدرات أو وضع استراتيجية لمكافحة المخدرات خلال الفترة القادمة؟ والحمد لله احنا الفترة اللي فاتت حققنا كتير من التغطيات، حجبنا كتير من المخدرات، لكن الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله احنا في أجهزة كتيرة جدا في الدولة بتتعاون في عملية مكافحة المخدرات وداخل وزارة الداخلية، وضعنا استراتيجية وخطة إن شاء الله هننفذها في 2016 إن احنا نقلل المخدرات اللي داخلة البلد، نحاول نقطع خطوط الكارثة، وبنفس الوقت نمشي في منظومة علاج للمدمنين عشان نقلل عدد المتعاطين للمخدرات ويبقاش في سوق للمخدرات، وإن شاء الله هنخفي البؤر الإجرامية، هنحاول اللي هي بتدار للمخدرات هنحاول نصفيها، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله في 2016 يكون عام بلا مخدرات ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا فندم. بس اعتقد كمان ان حضراتكم هتحتاجوا الى تعاون مع منظمات المجتمع المدني مع المواطنين، لان واضح ان المشكله بتمس الجميع وناس كتير جدا بتعاني من هذا الموضوع. ان شاء الله احنا في تعاون فعل بالفعل من خلال صندوق مكافحه وعلاج الادمان مع منظمات المجتمع المدني، واحنا ان شاء الله بنحاول ننشئ كتير من المصحات هتساعد فيها منظمات المجتمع المدني والمواطنين، بحيث ان احنا نوفر لابنائنا اماكن للعلاج من الادمان عشان شبابنا ده هو ثروتنا، نحاول نحافظ عليه خلال الفتره القادمه باذن الله. اكيد طبعا يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. سياده اللواء احمد الخولي مدير الاداره العامه لمكافحه المخدرات. مشاهدينا نستكمل اخبارنا ونروح لجريده التحرير. ووزير الكهرباء يطير لروسيا لاستكمال مفاوضات المشروع النووي. تفعيلا الاتفاقية التي وقعتها مصر مؤخرا في شهر نوفمبر الماضي مع الجانب الروسي لبدء إنشاء المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء بمحطة الضبعة النووية بقدرات 4800 ميجا وات من 4 مفاعلات، يغادر القاهرة صباح اليوم وفد نووي مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متجها إلى موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام يستكمل خلالها المفاوضات حول المشروع النووي لتوليد الكهرباء، في أول زيارة لوفد نووي مصري لروسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع النووي بين البلدين. وقال وزير الكهرباء في تصريحات صحفية أمس السبت أن الوفد المصري سيراجع مع مسؤولي ملف الطاقة في روسيا النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة روز آتم الروسية. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. دكتور صباح الخير. صباح الخير لحضراتكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام. أهلا بيك يا فندم. الاتفاقيات اللي وقعتها مصر مع الجانب الروسي بشأن إنشاء المفاعلات لإنتاج الكهرباء بمحطة الضبعة، تفاصيل هذا الموضوع إيه؟ وحضرتك شايف هذه الاتفاقيات إلى أي مدى يعني هتفيد مصر في مجال الطاقة؟ تفضل يا فندم. احنا طبعا بنقول دايما انه بالفعل هناك يعني حرص شديد سواء من القياده السياسيه او من قيادات قطاع الكهرباء على راسهم السيد الوزير انه يكون في تنوع لمصادر الطاقه، علشان نعمل ده الحقيقه كان لابد ان نطرق جميع الابواب، وزي ما حضراتكم تابعتوا معانا في الاتفاقيات اللي تم توقيعها في مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. احنا طبعا لا شك فيما يتعلق بالمحطه النوويه تقدمت لنا عروض من الصين وكوريا وروسيا، كان العرض الروسي اكثر تميزا من النواحي الفنيه والماليه،
تمام. تم مؤخرا طبعا لا شك حضراتكم تابعته يوم 19 نوفمبر الماضي بحضور ورعاية السيد الرئيس، تم توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم. الاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الحكومية الإطارية، هي اللي كان وقعها عن الجانب المصري السيد الوزير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الروسي الدكتور سيرجي كريانكو رئيس شركة روس أتوم الروسية. كمان كان في اتفاقية بين وزارتي المالية في البلدين، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة النووية والإشعاعية في البلدين. هذه الزيارة لا شك وفد رفيع المستوى بقيادة السيد الوزير توجه اليوم إن شاء الله إلى روسيا لاستكمال مراجعة العقود المتبقية الخاصة بتنفيذ المشروع. عظيم. سواء كانت هذه العقود تتعلق بتصميم وإنشاء المحطة النووية، أو كانت خاصة بتوريد الوقود ومعالجة الوقود المستنفذ، أو خدمات التشغيل والصيانة. لا شك أنه ما تم التعاقد عليه هو 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء قدرة كل منها 1200 ميجا وات. ده هيضيف إلى مزيج الطاقة المصري، زي ما قلنا لحضرات كنا عندنا محطات للشمس والرياح، عندنا إن شاء الله للفحم قريبا، الربط الكهربائي المصري السعودي، كل ده هيعزز قدرات مصر على توفير مناخ مناسب للاستثمار. أكيد يا فندم، وإحنا هنكون طبعا أكيد في متابعة مع حضراتكم دائما لا يعني هذه المجهودات، واللي هتعود بالتأكيد بالنفع على مصر على المدى القريب والبعيد. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. من بوابتك العربية، تنشيط السياحة 2 مليار جنيه خسائر شهرية للقطاع منذ حادث الطائرة الروسية. قال سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أن مصر استقبلت في عام 2010 حوالي 17 مليون سائح، وفي 2015 استقبلت فقط 9 ملايين، أي أن مصر فقدت نتيجة للعمليات الإرهابية أكثر من 9 ملايين سائح، مشيرا إلى أنه منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية بتفقد مصر شهريا أكثر من 2 مليار جنيه مصري، مضيفا إلى أن الإرهاب أثر في قطاع السياحة بشدة. وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال كلمته بالجلسة الطارئة لاتحاد المهندسين العرب المنعقد بشرم الشيخ الآن 4 ملايين مصري يعملون في القطاع السياحي، أي أن حوالي 16 مليون مصري يعملون في هذا القطاع، وتساهم في 24% من حصيلة قطاع الضرائب و6% من ضرائب المحصلة في المبيعات. وقد أطلق مهندس هشام زعزوع حملة دعائية تضم 27 سوق في مختلف دول العالم لجذب السياحة مجددا في مصر. طيب تعالوا نروح للمصري اليوم، وزير الإسكان مهنة المهندس عكس الإرهاب ولن نسمح بقتل الأمل. قال دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن مهنة المهندس عكس الإرهاب تماما، فمهنتنا هي البناء والتعمير بعكس ما يفعله الإرهاب من هدم وتدمير، وليس أمامنا سوى البناء، هم من يريدون قتل الأمل في شعوبنا ولن نسمح بذلك، ودورنا كمهندسين مهم جدا في هذه المرحلة لكي نزرع الأمل في شعوبنا ونعمل على بناء أوطاننا، ويجب أن ننسق ونتكامل مع بعضنا البعض كدول عربية لمواجهة الإرهاب وبناء بلدنا. قال الوزير أيضا في كلمته نيابة عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع الاستثنائي المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب الذي عقد أمس بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان المهندسون العرب ضد الإرهاب، والذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين المصرية. في البداية أنقل لكم تحيات مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي كلفني بالحضور معكم اليوم لنكون معكم في مواجهة الإرهاب. طيب نروح لليوم 7 والعجاتي في ذكرى استشهاد الحسيني، أبو ضيف العدالة لن تترك الجاني. قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن العدالة لم تتوصل إلى الآن الجاني الحقيقي في قضية الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، ولكنها لن تتركه، كما شدد على أن الدولة لن تتأخر أبدا في تقديم الدعم لأسر الشهداء. جاء ذلك خلال لقاء العجاتي وسيد أبو بي رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة مع أسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف في الذكرى الثالثة لاستشهاده، حيث تم تقديم 3 شهادات تقدير لوالده ووالدته وشقيقه وشيك ودبوس يحمل شعار المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء. لسه في جريدة اليوم 7 أيضا، بعد مباحثات 11 ساعة انتهاء اجتماع سد النهضة بدون اتفاق.
بعد مباحثات استمرت ما يقرب من 11 ساعة على مدار يومين منفصلين. انتهى وزراء الخارجية والري من دول مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم من اجتماعاتهم في العاصمة السودانية الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول الخلافات الرئيسية التي تتصل بملء مياه سد النهضة والشركات الاستشارية وتطبيق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاثة في مارس اللي فات. ألقى وزير خارجية السودان إبراهيم غندور بيانا مقتضبا بعد انتهاء مباحثات الدول الثلاثة بحضور جميع الوفود، أكد فيه أن الوزراء اجتمعوا على مدار يومين 11 و 12 ديسمبر لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه الرؤساء في مارس الماضي في الخرطوم. واتفقت الدول الثلاثة على عقد جولة جديدة من المفاوضات على نفس مستوى يومين 27 و 28 ديسمبر الحالي في العاصمة السودانية الخرطوم لمواصلة مناقشة نفس المسائل المطروحة على طاولة المفاوضات وعقب انتهاء مفاوضات اليوم الثاني على التوالي والتي بدأت في 7 من صباح أمس. غادر وزير الخارجية سامح شكري ودكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري وباقي الوفد إلى مطار الخرطوم متجهين إلى القاهرة دون الحديث عن مدار خلال هذا الاجتماع. طيب تعالوا نعرف تفاصيل أكتر، بس واضح أن في عدم رضا من الجميع. معانا على الهاتف أستاذ نادر نور الدين خبير المائي والزراعي رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام. دكتور نادر صباح الخير. صباح الخير يا فندم. دكتور، واضح أن في عدم رضا بعد هذه المفاوضات الكثيرة التي استمرت لساعات طويلة على مدار يومين، حضرتك شايف الموضوع إزاي بشكل عام وكيف تقرأ هذا المشهد حاليا؟ زي ما حضرتك تفضلتي لم يحدث أي تقدم طبعا في جولة المباحثات الحالية، ما زالت إثيوبيا والسودان بترفضان إنه المباحثات تكون سياسية، وهم شايفين إنها مباحثات فنية فقط تتعلق بالسد وبالمياه. إنما مصر بترى أن الغرض الأساسي من إنشاء السد هو غرض سياسي بهدف ريادة إثيوبية مزعومة على شرق القارة الأفريقية. تمام. بالإضافة إلى إنه المباحثات الفنية طوال 16 شهر لم تقود إلى أي شيء. فربما تدخل السياسيين يستطيعون الوصول إلى حلول وسط بالزبط. أو تخريب وجهات النظر المتصادمة ما بين الفنيين المختصين في المياه. من هنا الحقيقة بعد 16 شهر إثيوبيا كانت مصرة وزير الخارجية على الانسحاب في اليوم الأول، وتم تقديم موعد المباحثات في اليوم الثاني إلى 6 صباحا ليقنعه به الاستمرار علشان لو عنده التزامات ما نعطلوش. إنما الحقيقة لم تثمر على شيء، وتم تأجيل كل النقاط العالقة التي تتعلق بضمانات تمنح لمصر أو تحصل عليها مصر بشأن مستقبل أمن المياه. ما هي التدفقات المائية اللي هتخرج من السد سواء بمعدلات يومية أو بمعدلات سنوية؟ الموضوع مجهول تماما ومتروك في يد أثيوبيا وحدها. تمام. مصر أعطت شرعية للسد ووافقت عليه في إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وفي المقابل لم نحصل على أي ضمانات لحصتنا المائية حتى بالزبط. الآن ولا ندري شيئا عن نظام تشغيل السد. تمام. هي الحقيقة أن يظهر ضمور صحوة مصرية وإن كانت متأخرة بعض الشيء، إلا أننا نأمل أن تثمر على أن مصر تحصل على ضمانات بحصتها المائية المستقبلية عشان نقدر نخطط للمستقبل بناء على حصة من المياه إن شاء الله يا فندم. واضح برضو أن زي ما حضرتك قلت الحقيقة الوحيدة في هذا الموضوع أن الغرض سياسي، إذن يجب أن يكون الحل سياسي أيضا. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين الخبير المائي والزراعي ورئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تعالوا نروح لآخر خبر معنا في أخبارنا المحلية لهذا الصباح. من الدستور القومي لحقوق الإنسان يطلق مبادرة إفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية. أطلق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أمس السبت مبادرة بعنوان إفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية خلال المؤتمر الأول لاتحاد جمعيات رعاية مرضى الكبد في إفريقيا والذي تنظمه جمعية مرضى الفيروسات الكبدية بمحافظة الدقهلية. أكد فايق أيضا عن أهمية هذه المبادرة التي تقوم بها إحدى منظمات المجتمع المدني المصرية، مشددا على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في مصر لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها في شتى مجالات حقوق الإنسان. نوه أيضا إلى أن الأهمية تكون هناك في تعاون بين منظمات المجتمع المدني في مصر ومثيلتها في القارة الإفريقية التي تتضافر
مع جهود الدولة من خلال مؤسساتها الرسمية. حول هذا الموضوع نروح نشوف تقرير ونعود مرة أخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. مشكلة أمراض الكبد في أفريقيا. The problem of liver diseases in Africa. Le problème des maladies liées au foie. الأفارقة يعانون من فيروسات الكبد. Les Africains souffrent des maladies du foie. Africa is suffering from viral hepatitis and its complications. في مصر مشكلة أمراض الكبد هي المشكلة الصحية الأولى. En Égypte, les problèmes liés aux maladies du foie est le plus grand problème lié à la santé. In Egypt, viral hepatitis is the main health problem, mainly hepatitis C and B. واقتناعا مننا ان العلاقات بين الدول لا تبنى فقط على العلاقات السياسية بل تبنى اساسا على العلاقات الاجتماعية والتاريخية والثقافية والدينية وأيضا الطبية، وطبعا الطبية بتدخل الحقيقة تحت العلاقات الاجتماعية. الآلات اللي باش نقضوا بها على الأمراض الفيروسية هو أولا التحسيس، هي أهم حاجة، تحسيس المواطن بأن في الدول الإفريقية الفيروس موجود بكثافة، حتى 25% من المواطنين حاملين للفيروس، باش نحسوهم بوجود الفيروس باش يمشوا يعملوا التست باش يعرفوا كانوا عندهم المرض ولا ما عندهمش المرض. انا بوجه رساله لان احنا عندنا حاجتين، عندنا المرضى الموجودين كم كبير ومحتاج لازم كانت واقفه، واول وقفه اتعملت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان احنا لازم نعالج كل المرضى ونزل الادويه باسعار. عايز اقول لك ان الهارفوني اللي هينزل بسعر رخيص هنا، عايز اقول لك سعره بره وانا جايباه لصديقه كانت مريضه ب 21600 يورو. مشاكلنا الافريقيه مش هيحلها الا احنا، افريقيا هي اللي هتحل مشاكلها، الشعب الافريقي هو اللي هيحل مشاكله، احنا اقرب من بعض، اقرب لبعض من اي حد. وانك احنا النهارده فعلا هذا المؤتمر بيجسد فعلا بدايه مرحله جديده، ان مصر بترجع تاني لانتمائها الافريقي، ان الدائره الافريقيه انها عنصر اساسي من ركائز استمرار ونهضه هذا الوطن. طبعا بنتمنى ان واحنا داخلين على هذا العام ان يكون في محاربه اكثر ضراوه لمثل هذه الامراض التي قد تودي بحياه البعض، وايضا بتاثر تاثير طبعا كبير على مستوى الصحه ومستوى الاقتصاد في البلاد. ده كان اخر خبر معانا في اخبارنا المحليه لهذا الصباح. مشاهدينا الاخبار العالميه بعد الفاصل، خليكم معنا. نبدأ أخبارنا العالمية من نيويورك تايمز. والألاف يتظاهرون في باريس دعما للبيئة. تظاهر نحو 10,000 فرنسي أمس السبت في العاصمة باريس للمطالبة باتفاق قوي بشأن المناخ، وذلك بتزامن مع انعقاد مؤتمر قمة المناخ شمال باريس. جاءت هذه التظاهرات صباح أمس قبل أن تعلن فرنسا التوصل إلى اتفاق وصف بالتاريخي والمتوازن بشأن المناخ، وتشارك فيه 195 دولة للحد من انبعاثات الغازات الضارة التي تهدد النظام المناخي على الأرض. وحمل المتظاهرون الورود بالقرب من قوس النصر بوسط العاصمة باريس للمطالبة بإجراءات أقوى من شأنها الحفاظ على البيئة. ومن هنا ننتقل لديلي تيليغراف. وبريطانيا تستعد لشن عمل عسكري ضد داعش في ليبيا. كشفت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية حسب مصادر حكومية بريطانية دون أن تسميها، كشفت احتمالية أن تشن بريطانيا عملا عسكريا في ليبيا في الفترة المقبلة وسط مخاوف من استغلال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بداعش
لمعقلهم الجديد والذي يمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط لاستهداف أوروبا. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس السبت، قالت أن وزارتي الخارجية ودفاع في بريطانيا تعربان عن قلقهم البالغ إزاء البزوغ السريع لنجم داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في ليبيا، وأنهما يدرسان خططا للتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة هذا التهديد. تعالوا ننتقل إلى آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية النهاردة من صحيفة إنديبندنت، واللي سلطت الضوء على فريق اسمه بويتيك هيلجرمج. الفريق مكون من منيرة ويليامز وسكينة أوين دوغلس باعتبارهم أول دواتو هيب هوب بريطاني نسائي يغني راب. قالت منيرة برغم من أنهما كانا يصنعان الموسيقى منذ سنوات إلا أنهما استطاعا تحقيق شهرة واسعة مؤخرا. وقالت الصحيفة أن منيرة ويليامز وسكينة أوين دوغلس ولدتا في بريستل لأبوين من جامايكا واعتنقتا الإسلام سنة 2005، مشيرة إلى أنهما في مستهل هذا العام ظهرتا في فيلم وثائقي وبعدها لم تتوقف عن المشاركة في الحفلات. والحقيقة بدأ الجميع يطلق عليهم محجبات الهيب هوب. وأيضا نقلت صحيفة عن ويليامز البالغة من العمر 35 سنة قولها: نقوم بالكثير من العروض داخل الدولة وخارجها أيضا، وذهبنا إلى بلجيكا وبعدها أمريكا وأقمنا بشيكاغو وذهبنا أيضا إلى السويد. تتحدث ويليامز عن عملها عن أول يوم غنائي لها، وقالت أنها بلا شك سيتطرق إلى فكرة الإسلاموفوبيا اللي رجعت لانتشار بعد هجمات باريس. والله يعني حاجة حلوة قوي أن الواحد يحارب هذا الإرهاب بهذا النوع من الفن. بوأتيك بيلجرمج الفريق اسمه كده للي عايز يشوفه على يوتيوب. ده كان آخر خبر معانا في أخبارنا العالمية. تعالوا نشوف بقى أخبار المرور إيه النهاردة. الحد معانا على الهاتف سيادة النقيب رأفت نجم مشرف على غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور. سيادة النقيب صباح الخير. صباح الخير يا فندم، مع سيادة النقيب رأفت نجم مشرف غرفة مرور القاهرة. أبو غرفة مرور القاهرة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب سيادة النقيب، النهاردة الدنيا كانت تمطر من الساعة 5 الفجر وفي زحمة كتيرة جدا في الشوارع، و للأسف سمعنا كمان أن في حادثة على الطريق الدائري. الموضوع بقى وصل لإيه لحد دلوقتي؟ لا، هو بالنسبة للمصادمة اللي هي على الدائري، هو بالنسبة للأمطار من حوالي الساعة 1 بالليل الأمطار مستمرة وبدء تحسن الآن بالنسبة لأحوال الجوية بالفعل، لكن في تجمعات مياه على أغلب ومدن ومحاور القاهرة أثرت بالسلب طبعا على سير السيارات. عندي محور اكتوبر بالنسبه للمتجه من مدينه نصر اتجاه الجيزه كان في صدمه اعلى اكتوبر اعلى العروبه. الحمد لله تم الانتهاء وتم التعامل بدون مصابين. تمام، الكثافات بالفعل، وفي بطء الحركه حاليا، بطء بالحركه المروريه لنتيجه المياه ونتيجه الامطار على اغلب المحاور. عندي كثافات عاليه محور جيب تيتو المتجه من كوبري الحرفين اتجاه كوبري المطار. ايوه، ايضا من المطار اتجاه خدمات مصر الجديده في كثافات عاليه ايضا نتيجه تجمع مياه مع نفع المرغني. القادم من السيده عائشه اتجاه صلاح سالم ايضا كثافات عاليه. تمام، افضل منه سهوله مروريه حاليا محور النصر افضل من صلاح سالم بالنسبه للساده المتجهين في المطار. ويمكن مع محور السرات مع استكمال محور النصر استكمال اعلى 4.5 استكمال محور جنون الشجره. تمام، المطار. عندي مصادمة داخل نفق الأزهر من حوالي 10 دقائق. تمام، قادم من ميدان الأوبرا اتجاه صلاح سالم داخل النفق ومصاب. الحمد لله تم بالنسبة للإسعاف على وجه السرعة تم رفع المصاب. السيارة حاليا الوش بيتعامل معها الآن عامل كثافات مع ميدان الأوبرا المتجه مع النفق اتجاه صلاح سالم. عندي منازل ومطالع الكباري عند كوبري القبة مع منزل كوبري القبة ومطلع كوبري القبة أيضا أمام مستشفى العسكري في تجمع مياه عامل لتأثير بعض الشيء بالنسبة للحركة المرورية. تم دفع سيارات شفط بالفعل. أنا عندي أكثر من 26 سيارة شفط بالفعل تم استدعائهم حاليا لأن تم تتم تنسيق لاسلكيا مع الجهات المعنية مع المحافظة والمرافق. تمام، وأيضا خدمة الصرف الصحي والمطاف أيضا بيعاونونا في شفط المياه المتجمعة مع منازل ومطالع كباري وأيضا مع الأنفاق. تمام، محور اللوكسورات في كثافات عاليه بالنسبه القادم من المعادي. مطلع كوبري الابجيه في تجمع مياه ادى الكثافات القادم من المعادي. تمام، اعلى كوبري 15 مايو على وجه التحديد اعلى الماريوت متجه للجيزه في كثافات بالفعل.
دي نتيجه ايضا تجمع المياه تم دفع سعر الشفط حاليا. تمام. محور الكورنيش قادم ومتجه مع القلوبيه، والحمد لله بمتابعه الكاميرات والمتابعه الاستثنائيه مع قياده الضباط الحاله مرضيه، وافقت مع نفق امبابه في تجمع مياه مع نفق امبابه. طيب. وتم الدفع بسعرين بالفعل. عن الاستفاده القادم من القلوبيه ايضا ومتجه بعض الشيء ما بعد تجاوز نفق امبابه ان شاء الله يكون الحاله مرضيه تماما ان شاء الله. انا طبعا بتوجه لحضرتك بخالص الشكر سياده النقيب رأفت نجم المشرف على غرفه عمليات الاداره العامه للمرور القاهره، يعني في كثافات شديده نظرا لسوء حاله الطقس. تعالوا بقى نعرف تفاصيل عن حاله الطقس، ومعانا على الهاتف دكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه. دكتور وحيد صباح الخير. يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف هل هذه الموجة تستمر قد إيه؟ وكان في ناس بتقول إن في، يعني عايزين حضرتك تصحح لنا هذه المعلومة، إن في موجة بعد كده أشد قسوة من حيث الأمطار والثلوج وكده، فياريت حضرتك تقول لنا إيه الموضوع بالظبط؟ لا، وطبعا النهاردة زروت حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يعني هناك انخفاض آخر في درجات الحرارة وسقوط للأمطار ونشاط الرياح خلال الساعات القادمة هتزيد من إحساسنا ببرودة الجو، وهتؤدي إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية فوق مسطحي البحر الأحمر والمتوسط. بكرة إن شاء الله في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، يعني بتنحصر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على المدن الساحلية فقط وعلى شمال الوجه البحري. أما المناطق الداخلية القاهرة الوجه البحري شمال الصعيد تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار في جميع درجات الحرارة والارتفاع الطقيف، في هدوء متوقع في سرعة الرياح. أما بالنسبة للموجة اللي بتتكلم عليها حضرتك مرة تانية، كلام ده عاري من الصحة تماما، مش صحيح. لا مش صحيح. طيب درجات الحرارة المتوقعة تقريبا النهاردة وبكرة و الله السواحل الشمالية 16 درجة، القاهرة والوجه البحري 17، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 18 درجة، ترتفع على جنوب الصعيد الأقصر وأسوان من 20 إلى 21 درجة مئوية. أنا بشكرك شكرا جزيلا فندم على هذا التوضيح. دكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية. طبعا في يعني الدنيا بتمطر ولازم ناخد بالنا، عشان مش كل ما يحصل شوية مطر نقعد نعمل في حوادث ونعمل في مشاكل وناخد بالنا علشان المية اللي في الشوارع، حاجات كتير جدا كل ما الدنيا تمطر بنقعد نقولها وما نقولش احنا ما كناش عاملينها قبل كده ليه. عموما توصلوا بألف سلامة، استنونا بعد الفاصل وزواج القصرات. مرة أخرى مشاهدينا ودمعات فقرتنا الرئيسية الأولى في هذه الحلقة. في حالة من الجدل شهدها الشارع المصري مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار الصادر عن وزير العدل السيد المستشار أحمد الزند بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق اللي بيلزم طالب الزوج الأجنبي المصرية بتقديم شهادة استثمار ب50,000 جنيه. القانون ده كان موجود، تم تعديله، لما تم تعديله بدأ يثير بعض من الجدل. ليه بدأ يثير الجدل؟ مش عشان القانون كان موجود وتعدل، ولا عشان احنا عايزين نلغي ولا نعدل. بدأ يثير الجدل لأنه فتح جرح آخر في المجتمع، وهو زواج القاصرات، لأن قد يستغل البعض هذا القانون استغلال سلبي أو استغلال سيء. هنعرف تفاصيل الموضوع ده وإيه موضوع القانون، وبعد كده هنتطرق لموضوع زواج القاصرات مع ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذة إيفون مسعد عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. برحب أيضا بالدكتورة سناء شريف عضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بيكي يا دكتورة. أهلا بيك. في البداية كده أستاذة إيفون، الموضوع ده كان موجود، ويمكن كنا بنتحدث قبل يعني أثناء الفاصل عن القصة دي، كان موجود وتم تعديله. حضرتك شايف القانون ده إزاي كده في البداية؟
هو لما كان موجود الأول وقبل ما يتعدل احنا كنا بنعترض على أساس ان الموضوع نفسه ان البنات ان هي بتلجأ ان هي تتجوز من أجنبي كبراء السن، وطبعا بياخدوهم يا إما بياخدوهم ان هم بيخدموا أزواجهم اللي موجودة من نفس البلد، يا إما بياخدوهم شهرين أو ثلاثة في مصر هنا ويسيبوهم حوامل وحاجات زي كده. تمام. فاحنا كنا معترضين بالنسبة للجمعيات الأهلية والمدنية، كنا بنحاول ان احنا نقلل من الموضوع ده، وان احنا بنحاول ان احنا نعمل حاجة تخلي الموضوع ده ما يتطورش ويزيد اكتر. تمام. لما بدأ يتطور القانون وبدأ ان هو يتعدل تاني فتح جرح جديد، وبدأ دلوقتي بدأنا ان احنا نحس ان الاول على الاقل كان متناسي شويه، بقاله سنين طويله فكانت الناس ناسياه، ولكن ما بدأش يبقى بعد ثورتين، بعد ثوره 25 يناير وبعد 30 يونيو. المفروض ان احنا لما نعدل قوانين نعدلها للاصلح، مش نعدلها لحاجه خاطئه ونبدا نعدلها تاني، لا. طيب. نعدل لحاجه اصلح يعني. طيب الموضوع دكتوره سناء يمكن تكون شايفاه من جهه اخرى، فدكتوره سناء حضرتك شايفه الموضوع ده ازاي، خصوصا بعد زياده الـ يعني قيمه ب 50,000 جنيه ولا والله الموضوع كتير ده برضو. كان من سنه 76 وكان حوالي 25,000 وديعة ب 25,000 ما كانش لسه في شهادات الاستثمار. جه اتعدل في التسعينات لما اتعملت شهادات الاستثمار واترفع ل 40,000. تمام. اتعدل للمرة الثالثة قريب طبعا ل 50,000 و 25 سنة فارق السن. فطبعا العملية دي يعني مش أكتر منها تقنين أو يعني للحد من الظاهرة. إن أنت جيب تتجوز وبتاخد راجل كبير وبتسافر، ساعات بتلاقي زوجة واتنين، بيبقى يا تشتغل شغالة يا بتلجأ للسفارة وترجع، أحيانا بتكون حامل، بيكون طبعا اللي لجأت للزيجة دي يمشي، أحيانا بيسيبها ومتعرفش هو راح فين ومش عارفة تثبت الأطفال، وكمان اللي بتلجأ للزيجة دي بتكون يعني من الناس اللي هي المعدمة اللي هي فرحت بالفلوس وجوزت بنتها. هقول لزيادتك حاجه في نقطه، يعني انا يعني احنا ما عندناش كمجتمع مشكله خالص في ان يكون في قوانين او يعني تقنين لاوضاع معينه، بس انا عندي اصلا وضع اساس وجذوره خاطئه. صح. الوضع اللي موجود يا دكتوره، الوضع اللي موجود ان في ان انا بشوف قرى كامله قايمه على الموضوع ده. صح. الناس دي ما تعرفش حاجه عن القانون، الناس اللي خلينا بس السرعه، الناس اللي قاعده في القرى الجهله ومعدمين زي ما حضرتك بتقولي، ما عرفوش اي حاجه عن القانون. عنده بنت عندها 12 13 سنه، بيجي واحد عنده 60 70 سنه بيتجوزها، وده بيحصل وشفناه كتير جدا، واقتصاد قرى قايم على هذا النوع من الجهل البشع او الجريمه، انا يعني اسميها جريمه. هي جريمه فعلا. تمام. البنت بيحصل لها مشاكل صحيه، ولو ما حصلهاش مشاكل صحيه بتسافر زي ما حضرتك بتقولي. انا عايزه اعرف الظاهره اللي موجوده دي، يعني انا عايزه امنعها او عايزه على الاقل احد منها. دكتور شوفي حضرتك، الظاهره دي يعني هنرجع بقى لمنظومه اجتماعيه ومنظومه اقتصاديه عشان تحدي منها، لكن اللي احنا بنتكلم دلوقتي على قانون مثير للجدل. القانون ده قديم وموجود من الاول، تم تعديله او تم هو صحيح ال 50,000 ولا حاجه بالنسبه للزوج العربي او الشخص العربي ده، ولا حاجه بالنسبه لها لما مستقبلها يضيع، ولا حاجه برضه بالنسبه لها لما مستقبلها يضيع. لكن انا عايزه اقول القانون كان موجود وكان معمول بيه. انا مستشار بنكي، كنا بنطلع شهاده او من البنك للي هو عايز يجوز الجوازات الرسمي. ما احنا بقى نيجي بقى ما في جوازات غير رسميه في الكرة، عند قريه زي الحوامديه دي، يعني حضرتك عارفين الظاهره دي كبيره جدا فيها، واخد بال حضرتك الظاهره دي كبيره جدا في الحوامديه. بتتم بقى بزيجات ايه؟ عن طريق محامي، عن طريق مستشارات مستشار التحكيم الدولي. الظاهره الجديده دي دلوقتي لكله بقى مستشار تحكيم دولي، واخد بال حضرتك، اللي عن طريق محامي ما بتبقاش رسمي، لكن لو بصفه رسميه، لو زواج رسمي وبصفه رسميه لابد ان يجيب شهاده بنكيه او يجيب صور شهادات الاستثمار اللي هو حاططها للزوجه، وبتبقى فيه وبيطبق القانون. لو زيجه رسميه، زيجه غير رسميه. طيب الزيجات اللي بتحصل في
هتحجها ازاي؟ الزيجات الغير رسميه. الزيجه الغير رسميه بتحصل بكثره في مجتمعات مش كده استاذه ايفون؟ بالظبط. طب انا طب ده الرسمي اقدر اتصرف معاه، الغير رسمي اعمل معاه ايه؟ طب انا فرقت دلوقتي من موضوع القانون، انا بتكلم بقى على قصه ثانيه. انا بتكلم على قصه ثانيه، دلوقتي انا الزيجات الغير رسميه اللي بتبقى ده فيها فندم سماسره للموضوع ده. هو لغايه دلوقتي في سماسره، ومن اول ما بدينا في سماسره، يعني احنا القانون مش هيعمل اي مش هيغير اي مشكله. كون ان انا زودته من 40 لقيته 50، ايه الفرق ال 10 سنين دول هيضيع المشكله؟ طب اللي غير المشكله متواجده اصلا، بيدفعوا 100 يا استاذه ايمون ولو مليون ولا مليارات، بس ما فيش قانون يقول للسمسار اللي انت بتعمله ده غلط، ولا يقول للاب اللي انت بتعمله ده جريمه، ولا ياخد البنت دي يعالجها نفسيا بعد ما بيحصل، ولا يعالجها حتى من المشاكل الجسديه اللي بتحصل لها. انا لو اتكلمت بعيد عن الورق، بعيد عن القانون، بعيد عن المحاكم، بعيد عن انها هتاخد حقها ولا مش هتاخده، دي انتهت يا فندم. بالظبط. المفروض ان انا عشان اطلع قانون، اطلع قانون ضد السماسرة اللي بيعملوا كده، ضد الامهات اللي بتعمل كده، والمفروض ان انا اعالج الموقف نفسه. يعني انا مش انا بعالج جزء، انا عالج ايه اللي بيسبب، ايه اللي بيخلي البنت دي بتلجأ ان اهليها هم اللي جوزوها. لازم اعالج المشكله دي. المفروض المجلس القومي للمراه هو مسؤول عن المراه، المفروض ان كان يعالج الفترات دي من زمان قوي، كان المفروض يعالجها مع الجمعيات الاهليه مع الدوله، ان هي تعمل اي مشاريع تخلي البلاد او الارياف دي ان هي تنتج، ما تلجأش ان هي تكون طيب عرضة للموضوع ده. النقطة هنا نتوقف عندها ونرجع نستكمل هذا الحوار بعد ما نشوف التقرير. كاميرا صباح دريم عملت الحقيقة تقرير استقصائي عن هذا الموضوع، ونروح نشوفه ونرجع مرة أخرى مشاهدينا، خليكم معنا. اكيد زواج القاصرات دي حاجه وحشه جدا يعني، ومش لازم تكون ولا حتى تنتشر يعني، لازم كل الناس تدي رايها فيها وتوقف في الحال يعني، مش لازم تنتشر ابدا. انا متجوزت بعد ما تميت 18 سنه بالظبط، كان بقالي بين 18 سنه وشهرين ثلاثه، ودلوقتي بعاني من مشكلتي، قاعده عند امي ببنتي بقى، من مصاريف من كل حاجه، بس اصعب حاجه فعلا الواحده تتجوز وهي صغيره. جواز القاصرات عامه مش موافق عليه عامه، بس مفيش مش هيبقى في عقل ما بينهم، هما الاثنين اطفال يعتبر. اي بنت ليها راي، دلوقتي البنت بقت زي الولد، يعني من حقها توافق على ده او ما توافقش، دي حريه شخصيه، مش ان انا خلاص ده هيدفع كذا فانا رايحه معاه او هتجوزه، لا طبعا. انا فين رايي؟ فين قيمتي انا؟ لا والله انا ارفض القصه دي، انا ارفض ان اي حد يتاجر في بنته او في او بالفلوس او الكلام ده، لا. انا تيجي يخبط على الباب وياخدها من اهلها، بس ما يكون في السن القانوني للجواز. انا موافقه على قرار المستشار احمد الزند بزياده المبلغ كده، مظبوط، لان هو زواج القاصرات انتشر جدا في الارياف الفتره اللي فاتت، فكده صح. في ناس معتبره هذا القانون كاننا بنستثمر البنات وبنبيع البنات، بقينا في مزاد. ده هو حلو ووحش، يعني له سلبيات وله ايجابيات. ايجابيات ان الناس فاهمه القانون غلط، ده اما سن البنت يبقى اقل من الزوج ب 25 عام. الناس ما بتاخد القانون ما بتاخده، بتاخد اول جزئيه منه وما بتاخدهوش كله. هو له سلبياته وله ايجابياته هذا القانون. من ايجابياته ان هو كويس من اللي كنا بنشوفه، كان في بنات كتير تتجوز اسبوع 10 ايام والزوج يسيبها ويمشي، ما بيبقاش لها ضامن ولا اي حق. ايجابيات ده مبلغ ممكن ترفع بيه دعوه تطالب بيها بقى بنفقه وبمؤخر وبحاجات كتير، وتطلب بيه الطلاق. واضح ان في حاله رفض لزواج القاصرات، واضح ان ايضا في حاله عدم فهم من البعض لهذا القانون. القانون يا جماعه هنقول تاني كان موجود من زمان، المبلغ كان كذا وبقى كذا، المبلغ زاد. الموضوع ده مش موجود علشان يمنع زواج القاصرات، هو بيحطها في حاله قانونيه، وكمان مش للقاصرات فقط، يعني هو ما بيتكلمش، القانون ما قالش القاصرات،
فيش لفظ القاصرات في القانون. انا بجد الترحيب حضراتكم مره تانية، وكان في تعليق طبعا من حضراتكم على هذا التقرير. خلينا نبدا استاذه ايفون، اتفضلي. هو التعليق انا دلوقتي هو ان هم يبداوا يعملوا تجديد للقانون. احنا من الاول كنا بنستنى لما يبقى في برلمان عشان نقدر ان احنا نوضع قانون جديد غير القانون اللي موجود من الفترات السابقه. تمام. على اساس يحد من الموضوع ده. كون ان اتغير القانون في الوقت الحالي او اتجدد القانون او اتغير من 40 ل 50 هو فتح حاجه مشكله احنا اصلا عايزين نغيرها. فالمفروض كان يتوقف القانون ده من فتره، ما يتفعلش دلوقتي او ما يتجددش دلوقتي لغايه ما يبقى في برلمان نقدر ان احنا نغير القانون ده لصالح المراه المصريه او لصالح البنت عشان ما يحصلش اللي احنا اللي بيحصل ده. لو عملنا قانون جديد او لو عدلنا القانون ده دكتوره سناء المفروض يبقى شكله عامل ازاي؟ شوفي حضرتك، هو احنا يعني سواء طبعا ما يجي البرلمان، برلمان حر له مطلق الحريه في التشريع، واخد بال حضرتك، والتقنين زي ما هو عايز، لكن ده مش بنلغي قانون او بنعدل قانون، هو بيعدل قانون او بيلغيه او بيشرعه، لكن ده اوريدي ماشي، ده ماشي لحد ما يجي البرلمان، كان ماشي لحد ما يجي البرلمان، لكن هي من ضمن الاعتراضات اللي طلعت في المجتمع ان انا بعترض على كل شيء واي شيء، لكن انا اجي علشان اقنن الموضوع ده في البرلمان مهما يصدر من تشريعات ومهما يصدر من قوانين، هل هتمنعي التحايل على القانون؟ لا، ما هو ده بقى اللي انا عايزه اتكلم فيه. انا لو اتكلمت في موضوع عدم التحايل، طيب الناس دي معموله وزي ما كنت بقول من شويه ما فيش لفظ القاصرات في القانون، تمام؟ طب انا دلوقتي عندي زواج قاصرات بعيد عن القانون، نعمل ايه؟ حضراتكم كمجلس قومي للمراه عارفين الاماكن اللي بيحصل فيها ده؟ بالظبط، عارفين الاماكن. بتعملوا معاهم ايه؟ بنعمل توعيه، هي عايزه توعيه، احنا بنعمل توعيه يعني في حدودنا، في حدود امكانياتنا، محتاجين طبعا منظمات المجتمع المدني تقوم بدورها برضو معانا في التوعيه. دي اهم شيء في الموضوع، ان انا اوعي الام او الاب ان انت ما تفرحيش بقرشين انت واخداهم، وتجوزي بنتك بتحايل على القانون بشهاده تسنين او انك تجيبي واحده تانية وتقولي هي ديت يعني ما هو 60,000 واحد بيشترك معاهم في التحايل ده. ما هي انا عن المكتب اللي بيروحوا يسننوا فيه ولا يزوروا فيه الورق، عندي سمسار، عندي واحده تانية بتوافق ان هي تروح تقول لها هي دي العروسه مش البيبي الصغيره اللي عندها 11 قوانين. حضرتك حتى لو شرعتش قوانين وغلصتي قوانين مش هتقدري تمنعي التحايل في اللي بيحصل في السر. نعم، اسكت على الظاهره؟ لا طب لا ما نسكتش على الظاهره. احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنقوم بالتوعيه. في بقى منظومه اجتماعيه ومنظومه اقتصاديه مفروض دي يعني تتصلح مع البرلمان. طيب ما هي مش حاجه، مش حاله واحده بس، اصل هي مش متسبب فيها حاجه واحده بس. دي منظومه اجتماعيه ومنظومه اقتصاديه. لو طيب منظومه اقتصاديه سليمه مش يعني ما تبني على بطفه وبطل. لو اتبنت منظومه اقتصاديه صح، لو انا اسره متمكنه اقتصاديا مش هتسرب بنتها بالتعليم، مش هتزوج بنتها زواج قاصرات، مش هيبقى في الطفل العامل عماله الاطفال. لو الاسره دي متمكنه اقتصاديا، متمكنه اقتصاديا دي بقى بترجع لحاجات كتير ما يعني ما القاهاش على عاتق الدولة، بس أنا أسرة معدمة. أنا ما بقولش أنا أسرة معدمة ممكن أمكن نفسي اقتصاديا. أماكن فين النهارده الأسرة الريفية اللي بتربي طيور؟ لا، أنت بتشتري الفراخ البيضة من مجمعات الصيد. لا، أنا عندي خطأ في المجتمع من الأول خالص. طبعاً. أنا عندي كده. أنا بقول لحضرتك لازم يعني نرجع للتوعية. طيب أنا عندي ماشي، أنا هرجع للتوعية عشان اللي جاي، بس اللي موجود دلوقتي أعمل معايا إيه يا أستاذة إيفون؟ أولاً إحنا دلوقتي المشكلة يعني إحنا بنتكلم إن هي اترفعت من 40 ل 50,000 جنيه. بنتكلم على القرار نفسه، القرار نفسه خطأ عشان بيتكلم في فلوس، احنا موضوع الفلوس ده ما ينفعش، يعني احنا كده بنبيع ولادنا او بنعرضهم سلعه. ال 10,000 دي مش هتعمل لهم اي حاجه، ولكن انا عشان كنت ولا اطور ولا ملايين ولا مليون ولا ملايين، لاني اصلا ان دي في حاجه انا بالزبط. يعني طب هتعمل ايه بال 50,000 يا جماعه وهي مريضه، ولا وهي عندها طفل مش عارفه تثبت جنسيته، ولا وهي عندها مشكله واصلا مش عارفه ترجع بلدها تاني؟ في حاجات كتير بالزبط. جدا بالظبط. يبقى انا المفروض عشان اصلح الموقف ده مفيش حاجه اسمها ان الدوله، لا الدوله المفروض هي المسؤوله
مع المجتمع المدني، مع الجمعيات الأهلية، مع مجلس القومي للمرأة. المفروض ان كلنا بنتحد مع بعض على اساس نشوف المنظومة دي. طيب. نحاول ان احنا نصلحها اقتصاديا. طيب ماشي، انا مع حضرتك في ده، بس علشان نقدر ان احنا لان في ناس طبعا بترفض ان هي تتكلم او بترفض ان تقول اللي عملت كده، بس تعالوا نعرف رأي الدين. معنا دكتور ابراهيم شعيب، استاذ الدعوة الإسلامية. دكتور ابراهيم اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. دلوقتي يا فندم، يعني حكم الشارع في هذا الموضوع ايه؟ احنا عارفين ان هي حاجه يعني غير انسانيه، بس نسمع من المختصين برضو. زواج القاصرات يا فندم، هو حضرتك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه في ذلك لايات لقوم يتفكرون. فالزواج او ارتباط الرجل بالمراه ارتباطا شرعيا، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لا تقل في رتبتها عن آية خلق السماء وخلق الأرض والشمس. الشكل اللي احنا بنشوفه ده يا دكتور، بعد إذن حضرتك، الشكل اللي احنا بنشوفه لما نشوف واحدة عندها 12 13 سنة متجوزة راجل عنده 60 سنة وبقى سابها ولا ما سابهاش، المنظر ده عامل ازاي؟ يعني الشكل ده حضرتك شايفه ازاي؟ هو طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام حل المشكلة دي من زمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الذكر حتى تستأمر، ولا تنكح السيد حتى تستأذن. قال: وما إذنها يا نبي الله؟ قال: إذنها صماتها. فالبنت اللي هي عندها 13 سنة أو 12 سنة أو 14 سنة، هل هي تستطيع أن تدرك ما هو الزواج وما هي حقوق الزوج؟ وهل هي تستطيع أن تكون أما أصلا؟ لا، هي محتاجة أم أصلا. نعم، هي محتاجة أم أصلا. بالضبط، هي ما زالت في حاجة إلى الحنان وفي حاجة إلى الرعاية. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نصادر على آراء النساء، فذهبت السيدة خنساء بنت خدام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي ونعم الأب هو زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. والسيدة خنساء كانت كبيرة، يعني كانت ناضجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أجزت ما صنع أبوك، وإن شئت طلقتك. يعني الأمر يرجع إليك ليها هي بعد يعني إن شئت أجزت ما صنع أبوك وإن شئت طلقتك. فقالت: بل أجزت ما صنع أبي، ولكني أحببت أن أعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. طيب، ولذلك المسألة. نعم تفضل. يا فندم، بس طبعا احنا هنا بنتكلم على قصة قانون في ناس بتتحايل عليه، زي ما ضيوفنا الكرام بيقولوا ان يعني الموضوع ده في قرى كاملة. المفروض يا فندم ان دور الدين هنا ايه في الجانب التوعوي؟ يعني نوعي ازاي؟ هو حضرتك الدين ده امر مهم، ونقول للاب والام: من العيب على تقاليدنا الشرقية، ناهيك عن تقاليدنا الاسلامية الرفيعة، ان الانسان يعرض عرضه سلعة لمن يدفع اكثر. هذا امر لا يجوز، ولا يحقق المصلحة الشرعية من الزواج، وهي اعمار الارض والسكن والمودة والرحمة، هي عبارة عن متعة آنية وينتهي الامر. ولذلك يعني يعجبني ما قاله امير الشعراء، انه عندما قال: المال حلل غير كل محلل، حتى زواج الشيب بالابكار. يعني هو تمام، القصة يعني مرفوضة يعني جملة وتفصيلة. تماما. طيب، لا، احتجت بشرع الله في هذا الأمر. ليس شرع الله بالجزار، شرع الله عز وجل لا يجزر الفتاة الصغيرة. ولذلك في آخر القصيدة علي أمير الشعراء قال: إني نظرت في الزواج فلم أجد كفاءة ككفاءة الأزواج في الأعمار. طيب، لازم يكون الاثنين قصاد بعض، ودي من الكفاءة للرسول عليه الصلاة والسلام نص عليه. طيب، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم شعيب أستاذ الدعوة الإسلامية. أرجع تاني سريعا لضيوفي أستاذة إيفون. البرلمان طالبين إيه من البرلمان، والمفروض تتعاونوا معاه إزاي؟ طالبين من برلمان المفروض إن هو يكون للسيدات اولا، المفروض ان هم اولا يتحدوا مع بعض، لان انا شايفه البرلمان دلوقتي شايفه ان في مشاكل قبل ما يبدا البرلمان. اولا يتحدوا، مش لصالح ان احنا نعمل برلمان نكون على طول بنقول حاضر لكل حاجه، لا، ندرس الموضوع صح، واذا كان لصالح مصر يتعمل. تمام. بالنسبة للمرأة المصرية، عايزين يكون بالنسبة للموضوع بتاع القاصرات، طبعا موضوع الجواز السن الصغير،
الحضانة، موضوع كل الحاجات اللي هي تخص المرأة. ده عايزينه طالبينه من قوانين، والقوانين تتفعل بالنسبه للزواج من اجنبي سواء في سن صغير او كبير. لا، الجواز من اجنبي انا متهيألي السن الصغير ده ممنوع نهائيا، لا بفلوس ولا من غير فلوس خالص، المفروض ده يترفض. ما فيش حاجه اسمها قانون يتغير، لا ده المفروض ده القانون ده يتلغي. تمام. ولكن لو في حاجه هتتجوز من اجنبيه، يبقى المفروض ان الام عارفه والاب عارف، ويكون اهله هو نفسهم عارفين، ويكون ليها هنا زيها في مصر. يعني مثلا مش جواز رسمي بقى انا كده. لا لا، يبقى جواز رسمي. ويبقى المفروض ان هم هناك يبقى عارفين ان دي زيها، تتعامل زي القانون، يتعامل زيها زي لو سعودي يبقى زي السعوديه بالظبط. طيب. يعني ما تتغيرش بين المصريه، ويبقى في تعامل بين السعوديه وبين مصر، او بين العربيه وبين المصريه. طيب. يبقى التعامل واحد. تمام. البرلمان المفروض ان هو يحقق هذا الموضوع يا فندم، ونقدر ان احنا البرلمان احنا اقرينا بعض التعديلات على قوانين الاحوال الشخصيه. وتعرض على اللجنه التشريعيه عندنا، وهتعرض على البرلمان، يمكن احنا ناقشنا موضوع منهم. اي برضه هيناقش في البرلمان وهيقر. منهم زواج القاصرات، منهم العنف ضد المراه. تمام. عده قوانين طبعا، يعني العنف يعني ده برضه شكل من اشكال ده العنف بالظبط، ده نوع يعني تعرض زواج القاصرات ده شكل من اشكال العنف ضد المراه. تمام. كل ده معروض على البرلمان لاقراره. تمام. يعني حضراتكم ماشي، بس في زواج القاصرات تحديدا حضراتكم عايزين تعملوا فيه ايه؟ هنقدر نحد منه؟ احنا عايزين نمنعه يا فندم، احنا عايزين نقضي عليه. حضرتك بتقولي في جانب توعوي، وفي شق قانوني، وفي شق اقتصادي. احنا ما قلنا ايه؟ فين الثلاثة دول؟ ما قلنا تعديل الخطاب الديني. ده مهم جدا، لان انا ولا انا بسمع الخطاب الديني وبيقول لي ان ده زي ما قال السمسار، بيروح يقول له ده جواز، ده جواز، ما تخافش ده جواز عادي. احنا يعني معالي الشيخ اللي اتكلم او سياده الشيخ اللي اتكلم دلوقتي قال لك دي محرمه ودي ممنوعه ودي، واخده بالك؟ ده صاحب الشرع، ادي الشرع. ما احنا هنا كمان الوزير ما قدرش يتدخل، لو تدخل في عمليه السن، فارق السن، يبقى تدخل في الشرع. عشان كده ما تدخلوش في الشرع من زمان، من اول القانون، لان كده ندخل بقى ناحيه الشرع. هنا بنقول لك تعديل الخطاب الديني، ان انا اوعي الناس دي بدينها، حتى لو في طمع عند الاب او عند الام او عند الاسره، في طمع البنت لو سمعت الخطاب الديني والوعظ الديني هي نفسها هتقول لا. يبقى هنا نرجع تاني لدور التوعيه من ناحيه الخطاب الديني، التوعيه من ناحيه المجلس القومي للمراه، من ناحيه منظمات المجتمع المدني. نرجع تاني بقى، دي منظومه اجتماعيه، هي دي المنظومه الاجتماعيه اللي احنا لازم نعدلها. نيجي برضو منظومه اقتصاديه، هي تمكين الاسره اقتصاديا، وتمكين الاسره اقتصاديا برضو بالتوعيه وبالتوجيه. وازاي يعني بقى؟ بس ما احنا عايزين نشتغل على ده، ما احنا هنقعد نوعي وما نشتغل بالتوجيه وبالتوعيه. ممكن جدا الاسره تمكن نفسها اقتصاديا، مش منتظره لسه الدوله هي بابا وماما وهي اللي هتعمل لنا كل شيء، والدوله تتعاون برضو. ده ما يمنعش ان الدوله لازم ان هي ايضا تتعامل او تتعاون معانا. انا شايف الموضوع فقط مش له هذا الشق الاقتصادي، وفي شق خاص ايضا بموضوع الجهل اللي بيحصل، او يعني الدوله تتعاون معانا بالقوانين بالتشريع. لكن فين هنا بقى الوعظ الضميري عندنا، ان احنا ما نتحيلش على التشريع ولا القانون، على الشرع والقانون. هنا بقى يجي هنا الوعظ بقى من الضمير، لازم قانون يطلع ضد اللي يتجوز قاصرات، او السن المفروض يتحدد للزواج. والقانون ده، والقانون ده لازم يتفعل. القانون يتفعل، مش يطلع قانون بس بالظبط وما يتفعلش. بكده مفيش حاجه هتضطر ان حد يتجوز، لان من فتره كان في حتى غير الارياف، كانت في البلاد الصعيد كانت بيسننوا ويتجوزوا. انا فاكره من زمان قوي من سننا واحنا صغيرين كانوا بيتجوزوا 13 سنه، يقول لك اللي هتزيد عن 13 سنه دي هتبقى البنت بارت. جه اسقف عندنا من الصعيد منع الموضوع ده، وعمل حد ان تتجوز حتى لو هتتسنن بيلغيها. فعشان كده كله بدا يلتزم، ضمير وجانب انساني، يعني جانب ده جانب انساني بقى، مش هندخل جوه نيه كل واحد ويعني نعمله ملف يعني على افكاره وعلى معتقداته. هو في النهايه جواز القاصرات غلط، ما ينفعش، حرام، ما يعني بكل المقاييس وبكل الاعراف الانسانيه ما ينفعش ان حد يعمل كده في ولاده، مهما كانت حالتك ومهما كانت ظروفك، ما ينفعش بيها بنتك.
احنا طبعا الموضوع لم يعني ما تقفلش بعد، احنا بنوعد حضراتكم ان احنا ان شاء الله هنناقشه بعد كده في حلقات مقبله، بس قلنا ان احنا نفتح هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا بدورنا يعني كمؤسسة إعلامية ان احنا نشارك في هذا النوع من التوعية. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا. استاذة ايفون مسعد عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لنساء مصر، شكرا يا فندم. بتوجه ايضا بخالص الشكر دكتورة سناء شريف عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا يا دكتورة. شكرا. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة. مرة تانية مشاهدينا وده معايات فقرتنا التانية والأخيرة في هذه الحلقة وهي الفقرة الرياضية. زي ما عودنا حضراتكم بنتكلم كل أسبوع عن رياضة وبيكون معانا أبطال في هذه الرياضة. الحقيقة بعثة منتخب مصر رفع الأثقال رجعت إلى أرض الوطن بعد ما حققت انتصارات مشرفة جدا في بطولة أوروبا المفتوحة والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية لريو دي جانيرو لسنة 2016. دورة الألعاب البارالمبية هي الألعاب الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والحقيقة هم ذوي القدرات الخاصة مش ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هم فعلا أبطال شرفوا مصر وإحنا فخورين بيهم وهم منورينا النهاردة في الاستوديو. كابتن رحاب رضوان الحاصلة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، أهلا بيكي. أهلا بيكي. برحب كمان بكابتن عمرو فاروق الحاصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، أهلا بيكي. في البداية كده رحاب نبتدي بيكي، وأنت من إمتى بتمارسي رياضة رفع الأثقال؟ انا بقالي كده 5 سنين. 5 سنين. انت عمرك كم سنه؟ انا عندي 24 سنه. اه دي لسه صغيره يعني. طيب قبل كده كنت بتمارسي رياضه تانية؟ لا كده اول مره. مش معنى رياضه رفع الاثقال دي على البنات حاجه صعبه، مش طبيعتي اصلا، كنت دايما بحب اتفرج عليها. بس انا جيت فتره كده كنت في الجامعه والكابتن بتاعي وقابلني وكده وقال لي تعالي اتمرني وايه رايك، انا حبيت الفكره. تاني يوم على طول رحت اتمرنت. الكابتن يعني عشان انا كنت متفوقه فمن الاول حاسس ان انا عندي قدرات فيها وكده، عشان اصلا انا بحبها بحب اتفرج عليها. بس كنت ازاي اوصل لها مش عارفه. بتدرسي ايه يا رحاب؟ ايه بتدرسي ايه؟ انا معايا ليسانس ادب انجليزي. خلصت. خلصتي؟ أوه. ما شاء الله. طيب كابتن عمرو عايزين نعرف بقى انت من امتى مارست اللعبه دي، وبرده يعني عايزين نعرف اشمعنى اللعبه دي اللي اخترتها، تعتبر من اللعبه الصعبه شويه. وانا عندي 12 سنه، بدات عندي 23، وانا عندي 12 سنه ابتديت العب سباحه. لعبت السباحه سنتين، الحمد لله حققت اكتر من 20 ميداليه متنوعه. ما كنتش اعرف في الاول ان في رفع اثقال في النشاط البارالمبي، فلما عرفت رحت قدمت فيها، وكنت هلعب العاب قوه في الاول بس اخترت رفع اثقال لان انا اساسا بحبها. يعني انا فيش بلعب جيم من وانا عندي 7 سنين. عظيم. انت بتدرس ايه كابتن عمرو؟ انا اخر ترم في صيدله ان شاء الله. صيدله؟ طب مش بتعطلك التمرين والحاجات دي زي؟ لا انا بتدرب في نادي جنبنا، فبعرف اوفق مخلص الدراسه الجامعه وبروح اتدرب. تمام. بس من وانا عندي 14 سنه اول بطوله ليا كنت بلعب ناشئين، كان مع كابتن اسمه ماجد سليمان الله يرحمه، كان رفعت ساعتها 100 كيلو. ده كان اول بطوله ليا. ما كانوش مصدقين ان انا عندي 14 سنه وشهاده الميلاد يعني الكارنيه، هم قالوا انا اكبر من كده، مش مصدقين ان انا عندي 14 سنه. الوزن كان كتير على سنك يعني. 100 كيلو. وحققت ساعتها رابع، يعني مش ما رحتش بعيد، يعني كنت رابع في على الجمهوريه، على مستوى الجمهوريه. تمام. طيب احنا معانا مجموعه صور للابطال بقى اللي معانا النهارده، يا ريت نشوف الصور يا جماعه بعد اذنكم. نعلق على الصور دي بقى. يا كابتن عمرو كانت امتى دي؟ دي استقبال المطار مع والدي ووالدتي. شوف الصوره اللي بعدها دي برده، كل دي اثناء ده في المطار اثناء الاستقبال. ده المدرب بتاعنا، المدرب الفني بتاعنا كابتن محمد موسى. كابتن محمد تعب معانا بجد في البطوله ووقف جنبنا واقفه. تمام. ده كل ده في المطار. كل ده في المطار. استقبلوكم ما شاء الله استقبال حافل في المطار. واضح اهو يعني. طيب نشوف اللي بعدها. ايه بتعمل انتوا؟
تمام. دي هنا في المحاولة ده هناك في اللعبة اه في المظهر بعد المحاولة ده قبل ما اخش المحاولة. تمام. طيب انتوا كده متأهلين ما شاء الله للبطولة بقى اللي جاية 2016. رحاب مستعدة ازاي للبطولة؟ والله اللي مشجعنا طبعا الجهاز الفني اللي معانا بجد بادئ معانا بداية كويسة، وانا حاسة ان شاء الله قبل البطولة هكون عاملة رقم كويس ان شاء الله. ان شاء الله معانا مدير فني بصراحة كويس جدا مشجعنا نفسيا، وطبعا فاهم في علم التدريب كويس جدا، وبصراحه معانا حاسه ان انا هعمل رقم ان شاء الله قريب وهنتفوق ان شاء الله. ان شاء الله. لا احنا متاكدين ان انتوا يعني هتتفوقوا. احنا من جوانا عايزين نعمل حاجه بجد لنا. طيب كابتن عمرو استعديت ازاي للبطوله اللي جايه؟ والله انا بس يعني اهم حاجه شغله دماغي دلوقتي ان انا اخلص الشهر الجاي ان شاء الله الجامعه. اه. وبعد كده ابقى متفرغ للتدريب باذن الله، ان انا عايز احقق رقم 250 قبل البطوله ان شاء الله. بس انتم خلونا بقى نتكلم شويه عن حياتكم، يعني الدراسه مع البطوله مع حاجات كتيره جدا، يعني حاجات بلس كمان ان في ناس كانت بتتخيل لو حد عنده مشكله ما يقدرش ان هو يكمل. فانتوا اثبتوا عكس الظاهره دي، يعني اثبتوا ان الصراحه ان الاعاقه اعاقه الفكر مش اي حاجه تانية. الناس اللي حواليكم بتشجعكم ازاي يا رحاب؟ انا عن نفسي انا متجوزه وعندي بنت، وجوزي طبعا بيشجعني على الرياضه. طبعا عندك اولاد؟ انا عندي بنوته رانس. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. وبجد يعني هي برضو مدياني حافز ان انا اتشجع وكده، وجوزي طبعا بيشجعني، واهلي طبعا بيشجعوني طبعا، وكفايه بيتعبوا معايا، واصحابي طبعا اللي معايا في المعسكر كان في البطوله كانوا مش سايبيني طبعا، مع ان انا كنت مسافره لوحدي انا وعمر، بس كان معايا دايما يعني. كابتن عمرو ازاي انت بقى مركز في الدراسه دلوقتي لسه؟ مش فاضي يعني، بس عايزين نعرف بقى، انت اكيد شكلك ناوي تعمل بطولات تانية وكده ان شاء يعني الله. بعد كده عايز بقى تمرن ولا عايز تكمل؟ لا انا مكمل تدريب زي ما انا مش موقف تدريب يعني. بس الفكره كلها ان انا يعني بتدرب وقت ما بكون فاضي، انا بخلص ما بروحش المعسكر الا يومين في الاسبوع، معسكر المنتخب. غير كده بتدرب في النادي جنبنا عشان خاطر وقت الجامعه، ببقى عندي من الساعه 9 الصبح للساعه 5. فوقت ما بخلص بروح اتدرب. تمام. فان شاء الله بس مستني اخلص الشهر ده باذن الله، وهرجع انتظم في المعسكر لغايه عندنا بطوله في شهر 2 باذن الله في دبي فزاع. دي بتبقى اجباريه للي هيلعب الاولمبياد ان شاء الله. باذن الله انا بتمنى لكم النجاح ان شاء الله والتوفيق. انتوا يعني بجد اديتونا كتير جدا من الامل، قدوه لناس كتير جدا، اثبتتم ان يعني اي حد حاطط في دماغه يعمل اي حاجه يقدر فعلا عليها ويقدر يعملها. احنا فخورين بيكم جدا جدا، وبلدكم كلها فخوره بيكم، وان شاء الله هنستقبلكم بقى وانتم جايين يا رب ان شاء الله بالميداليه الذهبيه باذن الله. وبس كابتن عمرو يخلص بس الاول الدراسه عشان ما نقولش عطلناه. باذن الله. ومره ثانيه نورتونا النهارده بجد في صباح دريم كابتن رحاب رضوان الحاصله على الميداليه البرونزيه في رفع الاثقال، شكرا ليكي نورتينا. شكرا على الاستضافه الجميله. وبشكر ايضا كابتن عمرو فاروق الحاصل على الميداليه الفضيه في رفع الاثقال. شكرا لك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. بعد شويه تقدروا تشوفونا على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتنا على يوتيوب، تقدروا تشوفونا في اي وقت، وتواصلوا معانا يا ريت على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش، هنرد عليكم لو حابين ان انتم تستفسروا عن اي حاجه او تتواصلوا مع اي حد من ضيوفنا. بكره 9 صباحا صباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.